تحرص دولة الإمارات على مد جسور التواصل والتعاون مع شركائها في العالم دعماً للجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار ودفع مسيرة التنمية لبناء مجتمعات أكثر استدامة. وخلال 51 عاماً من الشراكة مع دول إفريقيا، واصلت دولة الإمارات دعم الازدهار والمساهمة في الجهود المشتركة لدعم القارة الإفريقية ودولها على مواجهة التحديات المستقبلية ووضع الحلول المبتكرة لها. واحتفاءً بمرور أكثر من نصف قرن من العلاقات الإماراتية الإفريقية المتميزة، أهدت دولة الإمارات 51 شجرة غاف إلى شركائها في القارة الإفريقية، بما يجسد العلاقات القوية والمزدهرة مع دول القارة الإفريقية التي تقوم على التعاون والصداقة والمنفعة المشتركة. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة نحو حماية الأصول الطبيعية وضمان استخدامها في السنوات المقبلة، حيث أن زراعة شجرة القاف في جميع أنحاء إفريقيا والحفاظ عليها خطوة تندرج ضمن جهود تحقيق الاستدامة ودعم جهود حماية البيئة. وتظهر هذه المبادرات المهمة حرص دولة الإمارات على توطيد الشراكة مع شعوب دول إفريقيا جنوب الصحراء وتعزيز العلاقات الشاملة والممتدة للمجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية التي لها أكبر الأثر في التعريف بثقافة دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها التي عملت على تعزيز مسارات التعاون والشراكة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء. العلاقات بين دولة الإمارات ودول القارة الإفريقية تواصل التطور والنمو لتقدم نموذجاً استثنائياً تماشياً مع التطلعات الطموحة وترجمة للترابط الإماراتي الإفريقي المشترك.